ولا نتعقب داك اذا كنت كذوم نتعقب داك وخرس ان غزك اذا كنت زي كذوم ان وعد خوفي ريدان راديو المنار سانتا تيت زي بروكسل زي بروكسل ارض داربي ذا مالكين غثيري وتشمثنا غعيشة محمد بن عبد الكريم الخطابي انتث اذي جيس الثام الزيانت ويخرقن ذي المنفى ذي تيزاث ان لا ريونيون ذيك سقواس 1942 عيشة الخطابي تعيش ذيجن الوشوم ان يخثعيش ذيجن الوشوم الحين عاش ان ياريزن التمغارين سعيد عبد الكريم عبد المنعيم دريس عبد المحسن اذ مريم انا تغين زيبابس اذ يمس عبد السلام اذ تيموش ارقيا اذ منات انا تغين زيبابس وهل عيشة الخطابي نتث ثمرش اكذ ميس ان خريس الدكتور مصطفى بوجبارة وكذ ويكذ ثجاء عبد الكريم خدوج اذ مؤنير اسا عيشة الخطابي أقت خوز جيف للمؤسسة محمد بن عبد الكريم الخطابي وهقت عوذ ذي المجلس الاستشاري أن الحقوق الإنسان شنغ للا عيشة السلام عليكم أهلا زي بروكسل أرض دار بيضا مرحبا بكم للا عيشة عفاك سوطا سميت قبل هذا نغترض خيس قسي لنا ذي خرسة انتاج تحدو 90 سقوسة ورني المعركة المعركة الألوال وعوذ ويقيم شيء الطاسي 50 سقوسة سقوة ميموث سقوة ميتوفى المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي لالا عيشة قارن باللي قاشم عيشة ذيشتن زي ثروة محمد بن عبد الكريم الخطابي يخف تغا تعزز الطاس اما لو يمانيشان يمانيش هذا نوش هذا طن قاكتر تاني حاموش وقا نش قي خلقنا وقت الكوح قي عرود يرنش ايوا من القمع من ديما وانا الكوح يجي شويتي خطا ودي خطا ودي تيبي خطا غير يجي شويتي مسقان وغا كما جي خلقنا يعني بشي تغاي الصوب ديش مشويت ايه يجي شويتي من انا شتمجن سنو صافي انا بشحور شويتي قدي إني أنا لا عيشة مش تغات العلاقة أن كنت كني ويعني ثروة يحنجان تيحنجيرين أن محمد بن عبد الكريم الخطابي مش تغات جل علاقة أكذ أكذ بابث وم يعني سولا شوية العلاقة هي ذي المنفى ذي أواني المنفى ذي مصر لكن يروحنش التبابع طبعا أما كنت كان يبدأ تستنخص رجل حرب ولكن كأب إيرانتا إيرحاني نقدش بزاف والظروف خاصة ما مكاقضي المنفع إبا أزل عيلينس الحاناني نس يعنو قاري ودوق المنفع مسكين يروغ أسحد إلا نشين طاوينس ويري يعسق نضوني إلا وشيز ما غاني فارق سامير وخا ويري وغاني زارشي دوني ولكن إلى حنين يجي بزاف يعني العلاقة النساء كيف كنت مث جاء الملفاء ذ مصر مث بالدر نعم مث مث بالدر انت هوني انت سين قيم قاريف سين قيم مث ما يفوز قاريف قيم ذريفي ولا انت ولا يما ولا قادم غاينو وانا بابا قيم تيريفيين أمو كفون قاريف زوم تبقي مرسا قيم تيريفيين بابا عود أمك إني أنا شوية لعيشة يجي جيس محمد بن عبد الكريم الخطابي ما يشتغل جاء الحالة المعيشة نوم ذي الملفة ما تغطي تعيش مليح ما لا خمي السوارغ خل الملفة السوارغ ذي فيزاث لا ريونيو ويمكن نزمر باسكو تو سامبلومون من ترما عبد الكريم وتعيش مشى يعني ذي الريف مصر ما زما تنحسب ذي الملفة مصر وتشي كيف كيف واش زعما تحسب بالمنفى بالنسبه من بالمنفى لاننا ما كناش في بلادنا فهمتي ولكن مصريين بحال اخواتنا كانوا بحال اخواتنا وعاملونا معاملات جيده وعرب ومسلمين ورحبوا بينا دونك ما يمكنش نعتبروها منفى ولكن منفى ما حدنا ما دخلناش المغرب نبقاو برضه منفيين وخصوصا الوالد مسكين والد يعني عما ستكتور انا عما سمي ولد المغرب هذه ما قاد فينا وغبينا الحقيقة القمم من
يرمجيو في هذا واحد ولكن كيدورو في النور. إيه المعيشة ذي المنفى مش تغات مليح ما تغات تعيش مليح نيغ تغذي نربدا يعني يا خياق تغذي نيثي قذا نيغ ما مش تغا عاوزا نخ شوية للعيشة نشيني حاموش نيكوحن ونشيني مقان منفى إلى إفانسيسن عملونا مليح وغاني خسولة ذيش ندار تصبحان وتجنة دادية زي فانسا إلى عيد النار إلى عيد نسن كل شيء مفششين بزاف نشنين كنا سعادة لأن احنا ونسين قبابا قبل المنفى ولو انو الى نزاري حزين يما حزينة شن ساعتي لا تتو شدي الزار في التو قلنا موسيين سنة بتوحشتي العائلة ينس توحشتي الماضي ينس تخيي قطس تخيي قطس شن التو واحد يسقط مع التو وزمايتيني شن اتك واحد غنص سنين سبع سنين شقص مسين ونتفهم منفى ولكن نشنين كنا كأطفال مش ممكن طفولة دي حسن جزين للأسف الشديد لقنا قد منفع قي مصر كذلك مصر اختار لأنه مصا أنت سويت زوجي اسمه ثنائي مصاون وتعاملون معاملة سبحان لقي المدارس ولقي كل شيء ما يمنح إلى تحترم مننا ما يمنح غان حرش غان صغن يعني من دقائن مشوك نديري يعني. شم ذي العهد أن المقاومة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي تقعد وثخريق الشال العيشة ما مش ذم عاوذ إمام مش ذم عاوذ بابام سي محمد المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي ما مش تغي توفق جار المقاومة تذاث انفاميليا غذا آخر يعني ما مش تغي يخدم ثنين تمسرين حما هنتي السويا غزاث يعني ما مش تغي توفق جار المقاومة ذي الحياة العائلية هو انت الحقيقه ما وافقاش بزاف انت ريت عيش خطا ديال المقاومه خلينا نشوف انا الدرس تقريبا انا مقسومه غير ناين انت تيتش ديك شوش قنا ولكن نص ساعه ساعه كذا واجبر وخدوني اذا بغيتي وزن تيجي اي انت تندي وزن تسن يعني تسن ما كاينش خاص نجي بحال ولا غاري ونشق دائما من قيم الصرا كذلك تسن غاص قاع المغاربه كلهم مغاربة ساوت وانسا جزائريين ليبيين سوريين من المكان إذا دائما لقنا كيدس نشتني تشوشقنا شو دائما سجيرس ما غاني زاشو إقانا نعملو كنير ما غاصن سن ساعة طانا ديغا أزدي وتقيمة ما يتعود أنا شو تي من التأمين لي تقمن سبسوش نسوا أنا شو تي نتعاد شو تي الدين شو تي كذا وأنا ولكن إلا حكي توقعني تعيشي دوني تواكينا ولا قيمتنا تعيش تقريبا قاقزنا بارا السياسيين يعني تذارت الناس تغي وشيت أذينيغ إلي ليبرت لي بوبل يعني كولونيزي حكتار زي من تيوشا يروشو من نسن داخل لا طبعا شنين ويه شنين تأمك دانا مصن ساعة مارغة في الوقت أنا دي عاد ضغية وام دي وام دفت كهم سي ورشوتي ولكن ممكن إذا كيم قمر تيام وعن غزار ممكن إذا قيم تمانا نحاس جيت شمات حالي التص شيني رقي ما صار مغاد شويتين تحت شي جماش فوت شي جماش جديف ولكن قل حياتي نس العادية وتنزل شي بغيت تخدى دايما قيا قازان شي لقى نغذي خلت تباني شي النوم مصور وقت يلقى حياته أعطاها كلها لي ما يحاموش اندي تشن تقان دي تونسيين مغاربة ريفيين دوني للا عيشة قيمة كينغ اذي عدو جنطوري قتوش النع اغام دن عقبة واني منويا Les meilleures musiques sur Radio Almanar. Et voilà, on t'a dit qu'il y a un peu de temps, on t'a dit qu'il y a un peu de يجيس المحمد بن عبد الكريم الخطابي يكيد نغ زي الدار بيذا البروكسل لا لا عيشة السلام عليكم مش توري النغنيت ذي العهد ذي قيقارة الوالد النم ذي اك او فرانسيس ذو اسبانيو ما خاص معاون خليفيا واستعملين دايس الغازات السامة محمد بن عبد الكريم الخطابي ذي ريفيا استسلم بدن ان الشينوان زمارشا يقاريا يعني يمشي نثا يستعملن اذيني ذو اسبانيو ذو فرانسيس امي توامنا الوالد النم بابام اواني ما ناويني ذي قاس 14 يوليوز ذي قاس 1926 ذي العهد اللي توغى
ويحكمن ذي أذنغ ذي المغرب تغذيني السلطان مولاي يوسف. السلطان مولاي يوسف على حسب ميدان غدي جا ومزروي ميدان غدي جا التاريخ ذي قوس سنين 14 يوليو 1926 أوارني الاستسلام إيريفيا يروح يحتفل السوار ربح أسبانيو ذو فرانسيس ذي فرنسا يعني تغاث خوغزديس إفران تغاث خوغزديس اللعذو إيريفيا تغاث خوغزديس اللعذو محمد بن عبد الكريم الخطابي ما مش ذا معاوذ نشم بركي شمت وعاد واثخري قد ذخر قد ياثن ذوك سقواس من 42 شين سوار خو سقواس من 26 ما مش ذا معاوذ بابام محمد بن عبد الكريم الخطابي يمام نغيث مامي مقرانان أمي ديار الخبار باللي السلطان مولى يوسف تغاث زقوذان يتغى يتحارب محمد بن عبد الكريم الخطابي ويتغى يتحارب إيريفيا ذي الاستقلال سن خو اسبانيو ذو فرانسيس يعني احتفل تزمنية الله ما عمس بس جانبين دونك وانت تيت التاريخ يثي ذينان يعاوذان اخذ عوض سي علي الإدريسي الذي ذي البرنامج يكيس نقا رحد إيديوسين ماني مولاي يوسف السلطان ذي العهد النيم يحتفل الهزيمة نيريفيا أكذو فرانسيس ذو اسبانيو دونك وغنبور خبادي مناوية يعني خو غزديس اسبانيو ذو فرانسيس دقوس 14 يوليوز دقوس قوس 1926 انو يا شوية للا عيشة ذي أواني المنفى لم يتفغم زعما من عم ذا غربو ذي فيزات للريونيو تغاث قام لاتجاه لهم تغاث قار غفرنسا مش تمسار في الدارم ذي ميسرة ما تغاث ذي جن ريخذات ان محمد عبد الكريم الخطابي نيخ تغاث إجن مدار ان يعني إجن ريخذات ذي في الدام ذي ميسرة تغاث زعما صغير تغاث خصومات الدام يعني أثني قص ثاني غسيل لوج طبعا لأنه بزاف الغاز ولكن ماكينة قبابة إننا بالضبط من يوقع وعمل من نخت ولكن دين الغاز لنشتان قناخ قبابة يلي تقريب من لغينة تقبا قص صور ندني شي قناخ قز رجدية مغرب يتجي ضادين شي ناناك فانسي شنق سنسوينا نيش تري هدي دوبي السلطان المغربي باش ينقمل باش كوز تبع الميت داك القاع كاين بوغانين فهمر وكل الجن بقى الحقيقه من 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 داك القاع عيشة يتجس مع محمد عبد الكريم الخطابي من داك قرنش واه مش هذاك هنا الدول العربيه كلها بعدا راني نتفق باب هذيك السينيس السويس وهنا سكن السي العرب فاتي فاروق لان بقى ديك السين عبد الكريم الخطابي لازم تصاور أميغاي لأنه انت مجي فانسي سن خسن أتف وينتي خيجن خيجن بخيرة عسكرية في تيمر خيجن باساجير كاتون بايرا كسي يوذان باساجي بدا دان تو لي لي بور مجي غاسني جني سامية أتف كسي سيت سوغ ان باتو ميليتير فهمر أمين شي غاي فيها مينونش ولكن الحقيقة الحقيقة واش وتسين غنمش عاود متبدي الزاتو ميدي خضر بابي قيم شي لا قايكيز وميد سيريني وزان وسيني وزان سيونا بابانا ناس قايناك فاروق تهوي ذا مصا البور سعيد بابي ناس نكش ميد خدمة الخمة ليلة واحدة شاوا غير قاعد تما الخمة مليح مثل ما داوي عملا لان انا انت كجماعة يخممكش يقيمو يدي سقع تقريبا ديال سني لاني قيم حيران ما دي هو مو دي هو ما ذا اللغز ما قينا شي نفق فهمر نفق سميح نجي تاك واحد ام قلنا في الشهر ترى تيلي تخي ما قاعد يجي لعز محمد تخي ما قاعد يجن الشيخ امغار الشيخ حسن نجي تاح طريما ذا كيدس تاح طريما ذا كيدس متى بس جمع شويت متى بس قيمة كيدس ويرا ويتتس ويتشي ناني يقيم ميتخمم دوني يمذني تكشيد وسيد حط احنا شمو خم يعني الناس دي ما طبعا الناس كان خمم منها والو الشمال لا يعني ما كانش في باله ثامر ما تجي في باله انت ما كانش حيتصرف كده انت غاز جي موخينيش الوسيز مفاجأة دونك اني تي با سور بس كده اللي فيها
تخمم مسكين وش يسقم اخر واحد نزل من المركب لانك يمكن ان نغنشي حزك حموشن يمكن ان نغنشي حزك المعاين يساوي نغنشي نجي واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني ثم قمت اخر واحد ديوان الفارو في أماكن أماكن تغا ذي مصر للعيشة ذي دكسوغاس دكسوغاس 58 59 إسكوسا وقبار أسكوس وقبار مجلس مان إيريفيا يبقى ذي نيش أنت مسرين واش ننشا سواتاث ذي عريف ممش يعيش محمد بن عبد الكريم الخطابي الأحداث 58-59 ذي الريف وما مش تغال علاقة محمد بن عبد الكريم الخطابي أكذ الحسن الثاني الحقيقة قال أنت كي يسمع عمره ما كانت علاقة تصبح شهر الحسن الثاني لا ما فيش اتفاق كثير إيه واقع من منتي قائد تازكزال وقال يعوح المغرب ما غايتك شور وتينس الحسن الثاني طويل طلب زي محمد بن عبد الكريم الخطابي دي عقب غال المغرب هو معلوم اللي تكون الزرق اللي في الظاهر يلقي ناس فنز الشهرية ويريخس يريخس اللي يش بيش الناس عاولي ناس باليهم سفرانين ديني ولكن بحقيقة كل زوج مصمير قانت حسن الثاني ما مش يعيش الأحداث من الريف يعيش نجيش القلق نجيش نفزع من الثانية أولا التأويت في السقة تمتن ساكن إيريفيين أمن وغينا سندين قنا بالقلقوب يخزم ويسن كاقص قصن بعيش من بعد مزيان قايا حدا يعور دا مصر إيوا أنت مسكين أنت جدا وذيني وموثن إيريفيين قدا وقدا باطل موثن باطل سن الناس بزاف إلى والله ما ويتطس في نخشي ريطح قبر ريطح عيطش ونص نعاش تعال السوس إلا ما نغشين اجتماع ولكن قرية مني إيران مقلق بزاف خلي تقارو إلو تتكيف دونيس إلي تكيف إيريا مني و ذوك شو قاسني من 58 للعيشة إش أربعاض نيو يارن قبر أربعاض مشهورات قبر محمد الخامس يسد يزرع الوالد النم محمد العبد الكريم الخطابي ذن ذي مصر ذي تدثنون ميخ سيورن ميخ فهاردن سيون أهم حاجة من العين قيم سورا ولكن أهم حاجة من السيون شعق رخص مليح الناس يوذان اختطفوا اختطفوا الناس ونغيثن الشخرق الشيخ من تأكتور غيث ما وانتبع دي جنزك سند ميس موت فاش نبابا صنف ونغيث اختطاف في الشارع وبعدني يغبروا حدوني حدو مسكين قال سنتين الناس ماني كان الناس تشاسنا ماني كانيني الناس قودي نشني عندي الحكومة يديني شكس نروي يديني عاوز نعاوز نيني الناس بابا قالناش والله ما ننش والله ما السلطينو والله ما ننش الأميتين والناس بابا كيش بداش جديني والسين ويديه والقالين شضافة هي ما فيش معنية تفودي نحد يطايا قل مغرب مالك كل شي يطايا ما قدين ما غير دون يتنحاش من هاي هنو يا شويت للعيشة يجيس محمد بن عبد الكريم الخطابي قبر يغيم مثل بابام محمد بن عبد الكريم الخطابي مين تغيعنا أور النس أن قاروت يمثل بابا قال الموت قيم سكينة قاري ونوكل منفى انت سنتي يمثل بابا الموت قيم منفى وانت سعما سني اجتنون عود سكينة عمصت ايوه جبت خمانية ورمنا خاينية سيورين وضع وخيرة تمزياني جديا بعد نتعوذ لنا تمسكنا ضح ذهو أتوق عمين واه لماذا مقرانو ملاحا المنفى إذا وين بابا ناسا عشان سبع أزي المغرب ثلاث سنين وجنت 21 سنة تثيم ما سنبا مسكنا كور إلا وتكشن انتا جمل مع راوة المطار الوراري وعما سمد المدين جيل النساء قدي من غاسين المسكين من هذه نكون ها تاجن ها كنت كشين نظن من أني نسمع سبين واحد غير شيء نغات السير التنوع كل شيء عندها معلق بالريف قدي
في بابنا بابنا من تو من موسى ما سمعت يعني اول انسان قالوا مين تغيعنا شكينا وين سنقاون شحاكي سوحاكي زيني ولكن تيروتيشن طبعا المسكتة قلبية ديال العرندان شارجي دواق خاص ديال الى بو كاردياك شارجي دوي ديال فوسينش تي شارجي نتو سي تحمد قلت كوش دي فينش ويتوصي انا كون غاني وصاف شي حقيقه شو هذا قينيت قامت من الخده ديال مشكل ديال المغرب فهمت غادي يشتم نظن انك يشتم كورنا القايد القايد يجي حاجه قايد 66 عقيده ما حصلت ملا و تصرفين شحال تحفظ كلشي تحفظ شويه الديوان هاويت وسين نفس التوصيه نتا راكم الفقراء اللي مكتن الخير راكم تتم متاع الدنيا وتتم الاخره تتم الدين تتم معامله مع الناس كلنا نفس الحكايه نسن بلي انظر نيغ الرمث محمد بن عبد الكريم الخطابي يتوندر ذي مصر رخو على حال 50 سكوسة أزين القرن أنظر الناس أقطع دي مصر الطاس إريفيا الطاس مغربيا أرزون التتان والتراجان برمي أنظر محمد بن عبد الكريم الخطابي أذيري أذيري جارسا أذيري زادسا ذك منظران مجدير نيغن الحسيمة مرمي غيري مناوية ما يزمر ما شنهار أنظر محمد المعاد كريم الخطابي اللي يريد يا الريف والله كاين شي ثاني حقيقة نش دائما أنا تذكر مالايا وكل جن من القاج ما عندناش العائلة أنا كل جن من القاج في القاج هذا قيم ليه ما غانش شي نقان غدا نقي مسار قيم ديني كيف كيف قانا قنروح الروح هي فيما كانت ماشي لازم قنروح التراب وقا قنروح ندوني نجي فهمت أرى مختلفة انا كنت غادي قيم لي هاني ما ممكن نكشي داني كي المغرب انا كي جن فونداسيون يعني متحف يعني ما قانا كنظر ولكن شي حقيقه مش متفقه لان انظري نفس الشخص اللي يدير داك المغرب هي اللي يدير حسيمه حسيمه وجماعه كاينه حسيمه طبعا اللي فينا ما يخصك انه هيك خصك باش قراص باش ما تقولش كيما راه قصد انا قريب داني نفس تفتح الزوق دائما يعني الشمس خصها تنظر ديالي ديال الرباط نيغزي الدار بيضاء ماني شي ما حدا قريب ليا شويش لا بالمناسبة خصني نغيري فين قايري فين العالم عافاك متخيق مشي انه انت شيتوني في الحسيمة ولكن يري فين عندنا في القلب وتنفعو من والله العظيم مش بيت شخشو يري في ماني شي وجاد الكلام مش تمسوى تريح ضبوية الطاس غال حسيمة للعيشة وتعرف شي الطاس حقلي لي حاموشن فتن سلي حاموشن حاموشن فتن حاموشن الدنيا والسلام ما يمي وتريح شغل حسيمة ما وغام ذيني بو الواشوم وذيني بو فاميليا لا غاي فاميلي غاي ولا غاي شويتين فاميلي ماشي بزاف غاي لاوان عندي يعني ماشي لاوان عندي ماشي كثير ولكن الشهر ذاني كوي حاموشن دي حاموشني حاموش فنا نوراني زعما تنهز جاش خاص قنغي شاف قاك سي ناك نشي نوغ المنفى اثار المنفى اقل الواشوم اللي جا محمد بن عبد الكريم الخطابي يعني نهار من داس يوشا من دستوشة الحكومة المغرب نغدو لان المغرب ما تبشت شان حشث ما وستو شيشة شويتي لغا بازان تيشن شويتي بازان شويتي بعد تيشن شويتي من دوم تيشن اسفهم انا يعني يعني تيشن اقا سوى نخش بعد شويتي اقا وريا جنتي التلفزيون فهمت سكنتي دغين انا غين امي موسى 50 عام لاني اجتي مع الدار البيضاء اجبتي مع الرباط جزائريين تونسيين مغاربه وفي اجتماعات ولا تكلموا بعد على انوال على حرب انوال اما زمان ما كانوش يجيبوش حسوا خويا يعني نخسى وريه الصبر خل مثلا خل المساله الماديه الماديه ما عطيش راني تيش انا نخسى اونتيش وزونتيش نوالو شنو ولكن يعني ما تشوش وديش مالين يكتعيشا غشانش بعد اقل من دي ديجا قازين لا كلينيك لا كلينيك اغازينو جايدة اللي خدمتو الحياتو جبتي مواي مستورة لالا عيشة إن ينغ نهارا شماش توارد اذا عيش دي المغرب التاسيس قوسة ما الدولة المغرب تصارح يعني تصالحت اكذا الريف اواني ستيني سقوسة ان 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 ان
نتهميش نهارا نهارا ما المغرب يصارح كاريف مش غير يصارح كيس يصارح كيس لكنش كاميرا ولكن هذا قول انت كمان مش بعد يصارح لانه مدى بزار يعني المشاريع الرقم كتير نجيح وسيمة اراديت اغلاو قاعي وزنت بن التليفون شنو تصلي مغاليني مدى ما تجيلي تحليني غادي تكون حركة ما تجوليني تاعت في كل شيء قيمي موس فقاعد راني بازان هذا كل شيء انا جديد تحليين دائما قديم إيش موسقسي إذن قالوا تالا العيشة يجسم محمد بن عبد الكريم الخطابي مش توريد شم كيجسم المجاهد يعيشن دي السياسة أن كل نهار أمي تغى بابامي الدار مش توريد النضال السياسي ننهار ذي المغرب ورفعات نغيد بذن تنسى رفعات ما فيش يعني نجمع نحكم زيرو شمس باشويت عند مين يوقع عند الاتجاهات ديك الساعه نقدر نقنع في رايي علاش وقال المجاشي مع القدم ابن في اتجاهات القرن حكومه جديده وا الحكومه الجديده يعني الحراك السياسي زعما ما راه ملي توقع عندي السياس يرزق غير السياسه ديال المغرب انا السياسه كما نقولوا في الحكم زمانيني شي حاجه مش نقعد داز الجيده وا أي بعد شيء يعني توش مصلحة لبنان مش مصلحة عارف في تحليلني عارف كانت مهمة شو ما كانش يمشي لها نهائيا لو غادي تحدي للموس روح حياة حياة أنا في نظري حياة بين في من عيني وخلي نصدع ما زلقا نفهم وهذا مهم لازم طبعا عادي من عنا ودير كل شيء سبحان ولكن في بداية بعد لالا عيشة يجيس محمد بن عبد الكريم الخطابي عافاك سوى الطس من يغيري وورن من قاروت يريفيا يمزغا يمغربيا إذا ميس حسان هذا سنين غيشتن هذا هنا عادش أول حاجة ما يغضبوش ما يزعلوش حين احنا ما تنمشيوش تما هما مهما كان تحب ندوني جينو فانخ كل شيء عارفني لأن بابا دحى حياته كلها ليهم وأنا كذلك اليوم يعني يوم ذخاينة تحب يقني في هندو والنيس شغل حاضيني ولكن على الزوق جميع الله عافك إحنا جيجي شيء أقايد موجودة من ممكن نتساعد غي شيء مش موجودة تحت أوامرهم عافك عائشة يجيس محمد بن عبد الكريم الخطابي أخوة إذا الخطوشين عافك أس وطس